ناشطة جداً ولأنها وزيرة شيك جداً في كل المناسبات اللي بنشوفها فيها، اختارتها اللجنة العليا للمهرجان كأشيك وزيرة. رحبوا معايا بمعالي الوزيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والشؤون المصرية بالخارج ومنحها لقب أشيك وزيرة العام 2016. أشيك سفيرة ل 2016. رحبوا معايا بالسفيرة هيفاء أبو غزالة أمين العام المساعد لجامعة الدول العربية.